بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا خذ بأيدينا إلى حيث النجاة في دنيانا وأخرانا يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أرضى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، يعني سبب آخر اللي خلي الرجال هم يكونوا قوامين، وبما أنفقوا من أموالهم. النفقة هي واجب على الزوج عموما، وبما أنفقوا من أموالهم الحلال لا الحرام. اليوم انتوا خيرين الناس، المال عند الفساد، عند السراق، عند القطعية، عند عصابات، المال بلا حساب. ولكن المال حرام، كي برلسكوني اللي تعرفوه يده ما في يد اللي تفضح اللي مثلا، وبعد الله اعلم النهضه اش عملت وشنو المفاهمات بيناتهم، وخرجوا وتخلى الانتخابات الرئاسيه. يلدي البلاد هذه حتى النهضه بذاتها تراجع روحها قبل ما يسقطهم ربي، ولو كان فيها الناس صادقين. لا، لكن على ما يظهر فيها المغضوب عليهم اللي هم قاهرينهم الاكثريه، لانه يعني برشا منهم اصوليون ديزارفيست. أنا نقول لكم رد بالكم، راهو ربي سبحانه وتعالى إذا كان مش تواصلوا في المغناني ربي يسعدكم ويجيب أسيادكم. اليوم فعلا لن يرضوا بغير الإسلام دينا، ولا يبدل ولا يغير الصغير ولا الكبير في شرع الله. وقلنا لكم سيأتي حزب الله إن شاء الله يكون على مستوى عالمي وينحي اللقمة الباردة اللي يستغلوا فيها الأحزاب بما فيهم الأحزاب الدينية إلا ما ندر. نعود إن شاء الله.